طبق وسيرفيس ناقصين يا اسطى. حط الحاجه دي عندك يا حرامي. روح يا ابني دور على الحاجه. في حاجه ناقصه منك يا معلم عطوه؟ ابوك فين؟ يا حاج ابنك غلط غلط كبير قوي، وانا مش هتنقل من هنا الا وفي كفي 1000 جنيه حق عرب ومفيش مسامحه. حقك علي انا يا حاج يحيى. حب على راس ابوك يحيى يا عادي عطو. اسمع كلام الحاج يا عطو. هي شافتني وانا بخبي اللحمه. اللحمه اللي اكلها فريد بيه والمامور والمعاون ورجالتهم. هي مش غلطانه. العف دي ما عندوش نظر. كمايش دي تروح للجامع وقتي وانت اللي توديهم بنفسك. طبعا ال 50 جنيه حرقه مناخيرك. لا يا اخويا انت الصادق باكل. قوم يا جلال ربنا يهديك. يلا يا اخويا. جلال يا رفعت. لا فين؟ مالك عاشور مخطوف كده ليه؟ فعل البلطجيه طلعوا عليا وثبتوني وخدوا المحفظه مني. اللي عملوا المصلحه دي ما جابش شرارهم الا الولا حموده بتاع المطاريه. انت عارفه؟ امال ايه؟ هجيب العربيه وقت واجي لك. استنوني. يلا على السرير. مالك عاشور تعورت ولا ايه؟ ما تعورتش ولا حاجه. العادة كان جوه المحفظة. يا حمولة جلش. ياه والله زمان. الغي الطويلة دي يا بطل. انت عارف يا حمودة رفعت اخويا الكبير وعاشور ده زي اخونا الصغير بالظبط. عملت معاه حركة كده ملهاش عادة. نهاية الأول رضا انترناشونال وحمام الجبلاوي. مين رضا انترناشونال ده؟ لا تسلم ما تدخنش. جنش. تسلم يا حمود. اخوك جلال ده ابن حرة. وابن حرة برضه يا حمود. طبعا وابن حر. السجن كان كله بيهيجوا حتى المأمور. حاكم اللي نطع الحكومة راس في راس بيتعمل له مجال في وسط البعثة. وصايع السجن غير صايع الشارع. عارف أحلى حاجة فيك يا جلال؟ أحلى حاجة ما تعرفهاش أنت يا حمود. طبيخك طبيخك يا جلي على الحلال يديني منسى طبق الفول ابو قوطه ولا كل كوم وشويه المسقعه حاجه كده اخر علاجه. ما قلتليش يعني ان انت كنت بتطبخ في السجن. خفاف ما تغني لنا حاجه يا عم النباطي. يا عم انا في ايه ولا في ايه؟ صخ سليم وعلى دار المليم. وادي بتاعتك يابا. اصل حموده ده اخويا واحنا ما نخربش حد تبعه. عجبك؟ اجوزها لك؟ ايه؟ نسب الغار ما يشرفكش؟ انتوا ما بتجوزوش بناتكم الغرب واحنا اغراب. طب ولو انا موافق؟ يحصل لي الشرف. بس انا بقى مش موافق. ناقصك حاجة يابا؟ يلا بينا. سلام. سلام. كان في ورقة كده مهمة. خد كل الفلوس يسيبها لي. الورقة دي تودي في داهية. وأنا عينيا ليك. خد اللي أنت عاوزه. أنا سمعت إنك طالب. في الجامعة يعني. مصلحة هنا في الجامعة متعطلة. ومصلحة قصاد مصلحة.
فهمت ولا دماغك مروحه؟ مصلحه ايه؟ عاوز ايه من الجامعه؟ الواد الديلر بتاعنا عطلان هناك، هسلمك امانه تديها له. يهدو. ها؟ وانا موافق. بس فين الورق؟ قصدك العقد. بعد التسليم. نورته. خش يا بت. انا واد يابا، حظك وحش بقى. معلش عملت ايه يا ابو فريد؟ ابن ابورايا بيهددني بيكو، فاكركوا لسه بترضعوا. بتخلص يابا معاه، ده هيعمل لي باسبور ويجيب لي شغل في السعوديه، وكمان هيعمل مشروع كبير قوي هنا بقى تمسكوه انت ورفعت. عايز امشي من هنا تعبان، تعبان قوي يا فريد. عايز يكوش على كل حاجه، عاوز اللوكنده. ما يخرب. لا دي اللي احنا بنبيع بيها، دي اللي كان بيجي لها البشوات، دي بتخلي اللي عايزنا نطبخ في فرحه يتباهى ويقول انا جايب ولاد الطباخ. دي اللي مخليها اسمنا على الشارع والميدان، شارع وميدان لوكندة الطباخ. بعد كده هيبقى اسمه ايه؟ شارع وميدان ابو ريا طباخ سابقا. فريد عايز يشترينا، عايز يشتري التاريخ ده كله ويمحيه. كل وكل عايز. خسارة يا جلال، كنت فاكر ان السجن علمك الرجولة ونشف عظمك. هو السجن ما بيعلمش حاجة، السجن اهانة وبهدلة. وانا في عرضك يابا الله لا يسيئك. بلاش تقول لي الحر حر ولو في السجن. ماشي. المسجون مسجون لو بره السجن يا ابن يحيى. ممكن حتى نسجلها ونعملها.